أول شيء عندي خبر حلو لكل حاملي بطاقات STCP، أكيد اللي راحوا على بطولة العالم كان بإمكانهم جميعاً لحملي بطاقة STCP بلاتنوم الاستفادة من الدفع في قطر بدون أي رسوم على العمليات الدولية، لأنه بطاقات STCP متنوعة وبتلبي احتياجاتكم، واللي لسه في مجال موجود هناك يدخل على الموقع ويتعرف عليها وعلى مزاياها من STCP.